بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر في تبين ما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب، إلى قوله: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وتذكرت الآن أننا لم نكمل الآيات فنكملها، وذلك في قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء اليهود الذين كفروا بموسى عليه السلام، كفروا بعيسى، الذين كفروا بعيسى عليه السلام ورموه بالبهت وحاولوا قتله، أنهم سيؤمنون به قبل الموت. اختلف المفسرون في الضمير في قوله قبل موته، فقيل كل يهودي فإنه سيؤمن بالمسيح عند حضور أجله، كما هو الشأن في غيرهم، فإن كل كافر يؤمن عند الاحتضار، لكن لا تقبل توبته، لأن الوفاة إذا حضرت يغلق باب التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ روحه الغرغرة. فإذا حضره الموت وتاب إلى الله، ما من كافر ولا مشرك إلا عند الموت وعند المعاينة يتوب ويؤمن، لكن لا ينفعه ذلك. فهذا أحد المعنيين في قوله: وإن من أهل الكتاب. وإن هذه نافية، أي ما من أهل الكتاب، ما من أهل الكتاب فهي نافية، إلا ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، أي بالمسيح، قبل موته، أي قبل موت ذلك الشخص، وهي التوبة التي عند الموت ولا تقبل. هذا قول. القول الثاني: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بالمسيح، قبل موت المسيح. فالضمير يرجع إلى المسيح، وذلك لأنه ينزل في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى، ويقتل الدجال، ويضع الجزية، ويكسر الصليب، فعند ذلك يؤمن به كل الناس، اليهود وغيرهم يؤمنون في آخر الزمان إذا نزل المسيح عليه السلام، لأنه لا يبقى إلا الإسلام. إذا نزل المسيح لا يبقى دين في الأرض إلا دين الإسلام، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا هو معنى قوله: إلا ليؤمنن به، أي بالمسيح، قبل موته، أي قبل موت المسيح عليه السلام. ودل على أن المسيح عليه السلام يموت كغيره، كما قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وموسى نفس ومن البشر، فلا بد أن يموت، لكن تأخر موته إلى آخر الزمان، والله على كل شيء قدير. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يكون المسيح عليه السلام شهيدا عليهم، شهيدا على المؤمنين بإيمانهم، وشهيدا على الكافرين بكفرهم وتعنتهم على الله وعلى كتابه ورسوله. ثم نرجع بعد ذلك إلى استكمال ما يستفاد من هذه الآيات.
يستفاد من هذه الآيات وقوع الشرك من اليهود بعبادتهم العجل، ووقوع الشرك من النصارى بعبادتهم الصليب. فالملتان اليهودية والنصرانية وقع في أهلها الشرك بالله عز وجل، فمنهم مشركون عباد للأوثان بعد أن كانوا أهل كتاب، كما أن في هذه الأمة المحمدية من يعود إلى الشرك أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا مما يخيف المؤمن أن يزين له الشرك وأن ينحاز إلى المشركين. ويؤخذ من هذه الآيات أن كفر من كفر من أهل الكتاب ليس عن جهل، وإنما هو عن عناد، فإنهم يعلمون أن هؤلاء رسل الله، أن موسى هو رسول الله، وأن عيسى هو رسول الله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فهم كفروا وهم يعرفون أنهم رسل الله، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يؤخذ من هذه الآيات سعة عفو الله، قوله تعالى: ثم عفونا عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى عفى عنهم وحلم عليهم وأمهلهم، مع أنهم اتخذوا العجل وأشركوا بالله عز وجل، لكن لما أن موسى عليه السلام أجرى حكم الله جل وعلا فيهم وكسر العجل ونسفه في اليم، عند ذلك عفى الله عنهم وأمهلهم. يؤخذ من هذه الآيات تأييد الله لموسى بالمعجزات، قال تعالى: وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حجة قوية، وذلك بما آتاه الله من المعجزات، وهي الآيات التسع: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فأعطاه الله الآيات، ومن أظهرها وأبرزها ما عينه اليهود في من إهلاك عدوهم فرعون وهم ينظرون، وإنجائهم جميعا. فهذا من أعظم المعجزات التي جرت على يد موسى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الآيات عقوبة اليهود برفع الجبل فوقهم لما خانوا الميثاق وتلكأوا عن العمل بالتوراة، يدل على خسة طباعهم وأنهم لا يقبلون الأحكام الشرعية إلا بالتهديد الغليظ. ويؤخذ من هذه الآيات بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث رفع الجبل العظيم كأنه ظلة، كأنه سحابة. الجبل العظيم رفعه الله فوق رؤوسهم تهديدا لهم كأنه سحابة، وظنوا أنه واقع بهم. فهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء. ويؤخذ منها قسوة قلوب اليهود، حيث إنهم وصلوا إلى هذه الحالة أنهم يشاهدون الآيات ومع هذا يتلكؤون في طاعة الله وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب قسوة قلوبهم. ولهذا قال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ويؤخذ من هذه الآيات تمرد اليهود عن طاعة الله، حيث لما أمرهم الله بالسجود أبوا ودخلوا الباب وهم يزحفون، ولم يسجدوا لله على جباههم تواضعا لله عز وجل، فهم استكبروا عن السجود واستكبروا عن الاستغفار، لأن الله أمرهم بأمرين: أن يدخلوا الباب سجدا، وأن يقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا،
فقوله حطة هذه صيغة استغفار، فبدلوها وقالوا حنطة، حبة حنطة، من باب الاستهزاء والسخرية، نسأل الله العافية. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.